مرحبا، فيديو اليوم إن شاء الله رح نحضر مع بعض حلو الغريبة بطريقة سهلة وسريعة. الغريبة من الوصفات اللي بتبين إنها صعبة، لكن طريقة تحضيرها بالحقيقة كتير سهلة، مكوناتها كتير بسيطة. خليكم معي لآخر الفيديو حتى أحكي لكم كيف طريقة التحضير بالتفصيل وكل التريكات اللي تخلي الغريبة تطلع معكم ناجحة وأحلى من الجاهزة. في البداية رح أحكي لكم المكونات اللي رح نحتاجها. رح نحتاج لسمنة حيوانية، طحين وسكر بودرة. السمنة عندي هون أنا حطيتها بالثلاجة تقريبا 20 دقيقة. هلأ رح أبلش أخفق فيها، بدي أخفقها لحد ما تصير تقريبا كريمية ويفتح لونها. هون عم بنزل الأطراف بالسباتيولا حتى أتأكد إنه كل السمنة رح تنخفق عندي وتصير ناعمة. هيك قوام السمنة صار عندي ممتاز. هلأ رح أضيف عليها السكر البودرة وأحركهم مع بعض. أنا اليوم استخدمت الستاند ميكسر، أنتم ممكن تحركوها بأي شيء متوفر عندكم، ما في أي مشكلة، حتى يدوياً بيمشي الحال. هلأ بعد ما اختفى عندي السكر رح أضيف الطحين، بضيفه مرة واحدة وبحركه بس لحتى يختفي، ومع مراعاة انه ما نبالغ بالتحريك حتى ما تطلع عنا الغريبة يابسة. في مكون اختياري اذا بتحبوا تضيفوه اللي هو حليب البودرة، بحط كمية بسيطة بتعطي طعم كتير غني للغريبة وبصير كتير طعمها اطيب. هون كملت تحريك بايدي بس لحتى تنلم الخلطة معي. هيك الخلطة صارت عندي جاهزة، لحتى بس اعمل تيست صغير اتاكد انه هي ناجحه معي او لا، بحاول اخذ هيك كره صغيره واضغط عليها، اذا كان ملمسها ناعم وما تفتفتت عندي ولا تشققت فبتكون هيك الامور عندي تمام. هلا بعد ما صارت عندي جاهزه رح ادخلها على الثلاجه تقريبا من 20 ل 25 دقيقه. هلأ بعد ما طلعتها من الثلاجة بدي أبلش أشكلها، رح أعملها كرات ورح أستخدم الميزان بس لحتى أتأكد إنها تطلع عندي كلها نفس الحجم. هلأ هون على صينية الخبز حطيت ورق زبدة، وطبعا ممكن بدون، ما في مشكلة لأنه ما رح تلزق الغريبة، ورح أبلش أصف حبات الغريبة. هلأ رح أزينها بالفستق الحلبي، طبعاً لما أحط الحبة بضغطها ضغطة خفيفة حتى تمسك بحبة الغريبة وتعطيها هذا الشكل الحلو. هيك الكمية صارت جاهزة عندي، رح أروح أدخلها الثلاجة لمدة 15 دقيقة وأشغل الفرن لحتى يحمى على حرارة 150. وهيك الغريبة بعد ما طلعت عندي من الفرن مرق عليها بالضبط 15 دقيقة، وطبعا الغريبة من الحلويات اللي ما بتتحمر ولا لونها بيتغير. هون حبيت أفرجيكم كيف الغريبة طلعت طرية وناعمة. ولون تحميرها بيكون مبين من تحت، لما تقلبوها بتكون على شقار خفيف. وبهيك وصفتي صارت جاهزة، بتمنى انه تجربوها وان شاء الله رح تحبوها كتير. واذا حبيتوا الفيديو ما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب، ونلتقي ان شاء الله بفيديو جديد. باي باي.